أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. مدير القسم البلجيكي لمنظمة العفو الدولية: كم من الأطفال سيموتون في اليمن قبل أن تقوم حكوماتنا بردة فعل؟ صحيفة القدس العربي: متجر في برلين، نعامل المستشارة ميركل كما نعامل أي مواطن آخر. المستشارة السابقة للرئيس الأمريكي شاهدت ترامب كيف ابتلع وثيقة رسمية سرية. أهلا بكم. اهتمت صحيفة الأيام الصادرة في العاصمة المؤقتة عدن بالتصريحات التي أدلى بها المبعوث الأممي إلى اليمن، وركزت على ما يتعلق بدعوات الانفصال التي ترددت من وقت إلى آخر. وعنونت الصحيفة جريفيث: انفصال اليمن اليوم سيكون كارثيا. وبدأت الصحيفة بما قاله المبعوث الأممي والذي أكد أن الواقع في الجنوب تغير، وأن أبناء الجنوب يحتاجون إلى أن يكونوا جزءا من العملية السياسية والتسوية التي يسعى إليها. وأكد جريفيث في حوار نشرته جريدة الشرق الأوسط واستندت إليه صحيفة الأيام أن الجنوبيين سيكونون جزءا من العملية السياسية بطريقة أو بأخرى، نعمل على تحديدها معهم ولا يمكن تجاهلهم. وبيّن أن ما يحاول فعله هو التوصل إلى اتفاق طوعي غير مفروض فرضا، وقال من الضروري أن يدرك الجنوبيون ما سيحدث في المشاورات ولاحقا في المفاوضات، لأنها ستؤثر فيهم، لأن مسألة مستقبل الجنوب لن يتم التفاوض بشأنها في هذه المشاورات. قضية الجنوب ستكون جزءا من نقاش يمني في المرحلة الانتقالية. ولجأت الصحيفة إلى القول أن رأي جريفيث وإيمانه بوحدة اليمن وسيادته وأمنه إنما يأتي من أنه ليس بعيدا عن اللغة الدبلوماسية والالتزامات البروتوكولية للمنظمة التي يمثلها. وكان المبعوث الأممي قد أكد أن الأمم المتحدة لا تدعم الانفصال، وقال: نحن لا ندعم أي انفصال ما لم يكن نتيجة عملية توافقية داخل تلك الدولة العضو، لذلك نحن بالفعل نأخذ الرأي القائل أن وحدة اليمن مهمة، وهي فعلا كذلك. يخاطب الأستاذ في جامعة صنعاء علي العسل زملائه بالتحرك لأجل رواتبهم وألا يطيلوا الصمت، فقد مرت سنوات لم يتحرك أحد لأجلهم، وأضاف في مقال نشر في موقع التغيير نت: الرواتب باتت فعلا بحاجة إلى تحرككم الجمعي، فهي بحاجة إلى الحركة بدل الجمود، وتحتاج إلى الضغط، وتحتاج فعلا إلى ما يشبه الانتفاضة. يحتاج الراتب إلى ثورتكم، يحتاج إلى أن تشعلوا ثورة الجياع من أجل شعبكم، يحتاج فعلا أن تغادروا خوفكم. فرواتبكم أيها الأساتذة ليست مع من تطوع لمتابعتها، رواتبكم لم تدفع لكم لحد الآن، ليس كما يظن البعض أو يحلو للبعض الآخر أن يتهم أنه بسبب تقصير من مندوبي النقابة. إن كان كذلك فلا زال جسم النقابة عندكم، فلماذا تنتظرون 23 شهرا حتى تستيقظوا؟ فإن كانت يقظة الأساتذة الجامعيين تحتاج إلى سنتين، ويقظته هذه جعلته يتهم ويحمل غيره المسؤولية، فمتى سيستيقظ ويقول: أنا السبب، أنا من سمحت لكل هؤلاء المتلاعبين بالعبث، وأنا القادر على الحصول على حقي وراتبي بألف طريقة وطريقة، أنا الأستاذ الجامعي، أنا من أعلم الأجيال، أنا عقل الأمة وتفكيرها. انتفاضتكم ستحرك الضمير الوطني والوجدان الإنساني، وبالتالي الدول العابثة بوطنكم، فستضطر في النهاية وبأقصر الأوقات إلى الاستجابة لمطلبكم القانوني الإنساني. نعم، العالم حتما سيسمع صوتكم وسيبادر لتلبيتها رغم أنف المنقلبين والشرعية المتلاعبة بأقواتكم. فإن كنتم قد استيقظتم من الصدمة فعلا، ففكروا وتحملوا جزءا مما مضى كي لا يتكرر فيما سيأتي من أوقات عصيبة. إن أنتم فقط تستهلكون ذواتكم وزملاءكم، فإن لم تفعلوا فلن تفلحوا أبدا. أنتم الآن بعد 23 شهرا أظن أن أغلبكم استيقظ، فما بالكم بالموظف الغلبان؟ كم من الوقت يحتاج لكي يستيقظ؟ ثم ما بالكم بالمواطن البسيط؟ كم من العقود يحتاج بالقياس للقدوة بالأستاذ الجامعي كي يستيقظ؟
قال تقرير حقوقي إن 36 أسرة فقدت عائلها بعد أن قتلوا بسبب الحرب خلال شهر يوليو الماضي في محافظة تعز. وبحسب التقرير الصادر عن ائتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز، فقد أجبر نحو 43 شخصا آخرين كانوا يعولون أسرهم على التوقف عن أعمالهم جراء الإصابات التي تعرضوا لها الشهر الماضي. وقال التقرير إن من إجمالي الضحايا المدنيين الذين سقطوا خلال يوليو الماضي تم تسجيل مقتل 3 أطفال وامرأتين و13 شابا، بالإضافة إلى إصابة أطفال، بعض تلك الإصابات خطرة جراء مقذوفات المدافع والصواريخ التي تستهدف الأحياء السكنية وأماكن تجمع المدنيين من حين لآخر. وأشار التقرير إلى أن الحرب الدائرة في محافظة تعز خلفت وراءها 144 طفلا يتيما خلال الشهر الماضي، وهم يحتاجون للاهتمام والرعاية وتقديم المساعدات اللازمة لهم. كم هي قاتمة الصورة العامة للنساء في المنطقة؟ هذا ما تقوله رولا المصري في مقال نشرته العربي الجديد مضيفة. النساء في اليمن يواجهن الحرب والفقر والبطالة ويحاولن إعالة أسرهن بما توفر لهن من موارد. النساء اللاجئات من سوريا يتعرضن لانتهاكات جنسية وعنف أسري وتزويج قسري واتجار وغيرها. وتواجه نساء فلسطين عنفا مزدوجا من الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الذكورية. المتابع للأخبار على مدى أسبوع تصفعه الأحداث الأليمة الملمة بنساء المنطقة. نساء يقتلن في باكستان لرفضهن الزواج، وفلسطينيات يسجن في إسرائيل، ويمنيات يصبن نتيجة الحرب والألغام، وناشطات يسجن في السعودية. لا يلغي كل هذا نجاحات فردية هنا أو هناك، لكن الصورة العامة قاتمة، وتشهد المنطقة منذ بدء الانتفاضة الشعبية حروبا واضطرابات ومراحل حكم انتقالية ألقت بثقلها على المجتمع ككل، لكن النساء ذهبن ضحايا هذه المرحلة بشكل مضاعف. تقاطع الأبوية والذكورية مع واقع الحروب وآثارها من فقر وتهجير وألغام جعل من النساء ضحايا مزدوجات للواقع الحالي. نتيجة هذا الواقع لا يمكن رسم صورة واحدة لآثار الحروب على النساء في المنطقة العربية. مثلا تختلف تجارب الفتيات الأمهات باختلاف تقاطعات الهويات الجندرية أو المواطنية أو العرقية، وتختلف إذا ما أصيبت فتيات في اليمن نتيجة انفجار لغم أرضي وبتن على كرسي متحرك أم كن في السودان أو لبنان. قال ريك فرانكلا المحلل العسكري الأمريكي أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن صعب، وذلك لأنها تريد المحافظة على علاقاتها مع السعودية لأنها مفتاح التصدي لإيران. وفقا لموقع الحرب 28 فإن ريك استدرك قائلا: ولكن على واشنطن الضغط أكثر على الرياض وإيصال رسالة مفادها أن الوضع لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه في اليمن. وفيما يتعلق بالأزمة اليمنية، نقلت شبكة CNN عن ريك قوله أن الدبلوماسية وجلوس طرفي الأزمة في اليمن على طاولة المفاوضات والحوار صعب بسبب العمليات العسكرية المتبادلة، وأضاف: لا أحد يريد أن يكون هو البادئ، الأمر أشبه بدوامة وحلقة لا نهاية لها. فإذا قلت للسعوديين لماذا شننتم الغارة على اليمن، سيجيبون أن ذلك ردا على الصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثيون المدعومون من إيران. وتابع على الصعيد الآخر: إذا سألت الحوثيين لماذا تطلقون صواريخ باليستية صوب السعودية، سيقولون أنها رد على الغارات التي ينفذها التحالف. وهذه الحلقة مستمرة، لابد أن يتوقف أحد الأطراف أولا، وعليهم الجلوس على طاولة المفاوضات عاجلا أم آجلا. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية، فابقوا معنا.
مستمرون معكم في كشك الصحافة، ونذهب الآن لمطالعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية، والبداية من صحيفة لوسوار البلجيكية، حيث كتب فيليب هنسمان مدير القسم البلجيكي لمنظمة العفو الدولية وعنونت الصحيفة التي ترجمت خصيصا لقناة بلقيس: اليمن، كم من الأطفال سيموتون قبل أن تقوم حكوماتنا بردة فعل؟ قال هنسمان: كم من الأطفال الذين ما زال عليهم أن يقتلوا، وكم عدد المدافعين عن حقوق الإنسان ما زال عليهم أن يرموا في السجن، وكم عدد الجلادات التي يتم ضربها بعد، كم سيستلزم ذلك من وقت حتى يتكون لدى قادتنا ردة فعل؟ في الخميس الماضي في اليمن، حافلة قصفها التحالف قتل 29 طفلا وأصاب 30 على الأقل. الصور تملأ الصحف، الغبار، الدم، ناقلات ملابس خشنة، أطباء مجهدون. مرة أخرى ما زالت عيوننا التي لم تعتد على الرعب الشديد من وفيات الأطفال تشهد سفالة هذه الحرب القذرة التي تشنها المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 3 سنوات على اليمن. يواصل مدير القسم البلجيكي لمنظمة العفو الدولية: يحدث كل ذلك أمام أعيننا المشدوها، وأيضا أمام أعين قاداتنا الذين يواصلون بيع الأسلحة إلى السعودية رغم جرائم الحرب التي ترتكبها، كما لو أن قتل هؤلاء الأطفال لم يحدث أو ليس له قيمة. ما الذي يجب أن يحدث لبلداننا لوضع حد لهذه التجارة الدامية؟ وما الذي يجب أن يحدث لضمان أنها لن تفعل مع بلداننا مثل ما فعلت مؤخرا في كندا؟ قالت صحيفة فرنسية أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث يحاول إنهاء هذا الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 10,000 شخص ووضع البلاد على حافة المجاعة. وأفادت صحيفة شالينغ الفرنسية أنه لأجل ذلك من المقرر أن تبدأ المشاورات في 6 سبتمبر في جنيف بشأن إطار محادثات السلام وتدابير بناء الثقة. وترى الصحيفة أن الأمم المتحدة تريد التفاوض على الحكومة الانتقالية. وتورد الصحيفة ما قاله مارتن غريفيث المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أن المحادثات المقرر إجراؤها الشهر المقبل بين الأطراف المتحاربة في اليمن ستركز أساسا على اتفاق الحكومة الانتقالية ونزع سلاح المقاتلين. إيران، الاستعداد للأسوأ. تحت هذا العنوان كتب فريق عمل موقع جيوبوليتيكال فيوتشرز مقالا تحليليا ترجمه علاء الدين أبو زينة ونشرته الغد. ما هو واضح هو أن الحرس الثوري الإيراني يعطي روحاني طولا كافيا من الحبل ليشنق نفسه، بينما يرسل رسالة تفيد بأنه يقف مع الشعب الإيراني على سبيل الاحتياط، وسيكون من شأن القيام بذلك أن يقلل من قوة روحاني ويوجه الغضب بعيدا عن الحرس الثوري الإيراني الذي أثارت طموحاته المكلفة في العراق وسوريا ولبنان غضب المحتجين. وحتى لو كانت إدارة روحاني تضفي الاستقرار فعليا على الوضع، يبقى أنه ليس لديها مسار واضح نحو تحقيق النجاح الاقتصادي، مما يزيد من احتمال فوز مرشح مؤيد للحرس الثوري الإيراني في الانتخابات المقبلة. على عكس ما حدث في الماضي، ليس المحتجون مجرد طلاب هذه المرة، إنهم مواطنون عاديون أصبحوا يفقدون مدخراتهم بسرعة ويكافحون من أجل وضع الطعام على طاولتهم. وحتى الآن ما تزال أعدادهم صغيرة بحيث لا تشكل تهديدا للحكومة، ولكن إذا استمرت قيمة الريال الإيراني في الانخفاض وظل التضخم في ارتفاع، فإن هذا قد لا يظل صحيحا لفترة طويلة. من غير المرجح أن يحدث هذا، ولكن الوضع القائم الآن يجعل من حدوثه احتمالاً لا يمكن تجاهله. وكلما ازداد الوضع سوءاً بالنسبة لكل الإيرانيين، وكلما أصبح من الصعب على النخب الاقتصادية الإيرانية جني المال، أصبح من الأصعب توقع ما قد تذهب إليه الظروف على الأرض. بينما ارتفعت احتمالية أن يؤدي حدث واحد مفاجئ إلى اندلاع حركة احتجاج عفوية كبيرة، بما يكفي لفرض قرارات صعبة للغاية على القيادة الإيرانية. ويظهر قيام الحرس الثوري الإيراني بالتحوط في رهاناته مدى الجدية التي ينظر بها إلى المخاطر مهما كانت بعيدة. رغم أنها من أقوى النساء في العالم، تحرص المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على التسوق مثل أي مواطن عادي. فقد قال رئيس شركة HIT الألمانية لتجارة التجزئة جيرت شامباخ
السيدة ميركل تحمل أكياس التسوق دائما بنفسها وليس أفراد حراستها. تفيد صحيفة القدس العربي التي تابعت الخبر، ميركل من العملاء الدائمين لأحد المتاجر التابعة للشركة في أحد أحياء برلين. وذكر جيرت أنه عندما تكون ميركل في رحلة رسمية في الخارج يأتي زوجها إلى المتجر بنفسه للتسوق، ولأن المتجر يقع في الحي الحكومي ببرلين يتسوق فيه العديد من الوزراء أيضا، يتردد علينا في المتجر العديد من الشخصيات السياسية البارزة، مؤكدا في الوقت ذاته أن ميركل ووزرائها لا يتلقون معاملة تفضيلية خلال التسوق، الأمر يسير على نحو طبيعي تماما. ترامب يبتلع الورق، عنوان بارز احتل الكثير من الصحف، حيث شككت مساعدة الرئيس الأمريكي السابقة أماروسان يومان في قدرات ترامب العقلية، وكشفت في كتاب من تأليفها أنها شاهدته مرة كيف ابتلع وثيقة رسمية سرية. تقول صحيفة البيان التي نقلت الخبر، مساعدة ترامب السابقة في كتابها المعنون المختل مشاهدة من بيت ترامب الأبيض، وصفت ترامب بأنه غير قادر على السيطرة على نزواته، وقالت أن ما رأته حصل العام 2017 حيث وضع ترامب الوثيقة في فمه، أدهشني أنه كان يمضغها ومن ثم ابتلعها، علما أن ترامب لديه خشية من الجراثيم، لذا يجب أن تكون غاية في السرية. وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين آخرين في البيت الأبيض لم يؤكدوا صحة المعلومات التي قدمتها، بل ضحكوا من هذا الافتراض ونفوا صحته. وكانت نيومان التي شغلت أيضا منصب مدير الاتصالات في البيت الأبيض المواطنة الوحيدة من أصل أفريقي في إدارة ترامب قبل إقالتها جراء خلافات مع ترامب. لا شيء يرتجيه اليمن من جنيف، تحت هذا العنوان كتب حسن العديني ما قاله المنشور في الخليج مضيفا: أي رجاء يعلقه اليمن على مباحثات جنيف في سبتمبر أيلول المقبل؟ بإجابة قاطعة: لا رجاء يعلق ولا أمل يلوح. سوف يجتمعون وينصرفون بعد أن يتداولوا كلاما في الريح. لا يصدر هذا عن طبيعة متشائمة، وإنما لأننا جميعا نعرف، ولأننا جميعا نرى أن الحوثي لا يريد السلام ولا يسعى إليه ولا يعرف طريقه. على الأرض لم تتبدل الأشياء كثيرا حتى تتبدد المخاوف وتزول الخيبة. الجديد أدعى إلى أن لا نسرف في التفاؤل، فقد أعطي الحوثيون فسعة من الوقت كي يعدلوا في الموازين لمصلحتهم، حتى حشدوا في مدينة الحديدة وحدها 3000 مقاتل، ناهيك عن التحصينات والألغام والحشود في أطرافها وفي محيطها. ومن جانب الحوثي شط به الجنون وراح يرتكب المذابح في البر والقرصنة في البحر. في البر أراد أن يضع السكان بين الخنوع أو الموت، وفي البحر بعث رسالة إلى العالم مفادها أنه قوة ثقيلة الوزن، ورسالة ثانية باسم إيران مع موعد العقوبات الأمريكية بأنه يستطيع أن يثير المشاكل قريبا من باب المندب، لأن طهران لا يمكنها أن تغامر وتنفذ التهديد بإغلاق مضيق هرمز. كان توقيت الطلقات الطائشة في البحر محسوبا باعتبارها تحذيرا غير مباشر من إيران يصعب أن يعاودها الحوثي بعد سريان العقوبات. والحوثي على أي حال يلعب لعبة مزدوجة ليس واضحا إلى أي مدى هو قادر على الاستمرار في إجادتها، إذ هو موزع بين الولاء الصريح لإيران والغرام الخفي بالولايات المتحدة. إن الدبلوماسية وحدها لن تجلب السلامة لليمن. مجموعة منتقات من الصور التي التقطتها عدسات الصحافة حول العالم الأسبوع الماضي ونشرتها شبكة البي بي سي، نتابعها في جولتنا المصورة.
كيف عبر رسام الكاريكاتير عن أحداث اليوم؟ هذا ما نتابعه فيما نشرته عدد من الصحف. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم غدا بإذن الله، إلى اللقاء.